بس بالاخر احنا بنحكي عن جرائم حرب بالغزة، واحنا بنحكي عن قتل، عن قتل ابرياء. ما احد تحدث عن جرائم حرب. لما انت بتحكي هي اسرائيليه وتقول لك هي جرائم حرب، كونها اسرائيليه هذا لا يعطيها ابدا يعني لا بس مرات الواحد بيقول يعني عيب بين عربي بيحكي هيك يعني. لا ممكن واحد من سنغافوره مثلا يكون متضامن مع شعب دارفور، هذا انا لا علاقه. اسمح لي بس بكلمه. من الناحيه القانونيه ولو وجد صواريخ تحت المستشفى بالزبط. القانون الدولي يمنع قصف المستشفى في هيك حالة. ممنوع إنسانياً وأخلاقياً. يعني فخلص يعني لا لأنه لما تكون هناك صنع صواريخ تحت المستشفى تفقد المستشفى صفة المستشفى. أصبحت مبنى، أصبحت مبنى اسمه مستشفى. لما السيارة للهلال الأحمر تكون هيدا من وجهة نظر إسرائيل، بس هيدا وجهة نظر خاطئة. لو ما كانت هالوجهة النظر خاطئة هذه أمام كاميرات العالم يا ليش ما بتمضي معاهدة روما 1998؟ لو ما كان في جرائم حرب، لو ما كان في جرائم ضد الإنسانية، حطوا القانون فوق تصرفاتكم ومنشوف ساعتها إذا التصرفات قانونية أو لا. Надбавку за перевірку зошитів, за класне керівництво та інші програмні положення. Шановні колеги, я прошу заспокоїтись. Я зупинюсь. Я прошу заспокоїтись, шановні колеги. Також. Шановні колеги, я прошу заспокоїтись народних депутатів. Також уряд прийняв рішення, якими підвищив комунальні тарифи від 50 до 70%. В деяких містах плата за воду. Шановні колеги, я прошу заспокоїтись. На 105%. Оголошується перерва на 15 хвилин. Прошу народних депутатів заспокоїтись і сісти на свої робочі місця. العمل العسكري الذي بدأته قوات الدفاع الوطني في محيط قمة النبي يونس والذي أدى إلى تحرير عدد من النقاط الاستراتيجية لم يتوقف، وبشكل يومي هناك مستجدات على أرض المعركة، فعمليات التمشيط المستمر في محيط النقاط المحررة تكشف عن عدد كبير من العبوات الناسفة التي زرعتها المجموعات الإرهابية لإعاقة تقدم قوات الجيش العربي السوري والدفاع الوطني. تم التحري والوصول إلى العبوات الناسفة المحطوطة في الخطوط الأمامية للعصابات الإرهابية المسلحة وتم تفكيكها. من خلال دوريات الرصد والاستطلاع عم يتم تحديد مواقع نقاط تواجد فيها العصابات الإرهابية المسلحة والتعامل معها بالوساطة النارية المناسبة. كان تواجد العدو ومحاولة عمل كمائن متقدمة للعدو أو استهدافها بعبوات الناس اللي عم يزرعها كمان في أماكن تواجد العدو أماكن تواجد تقريبا فينا تكون حرب عصابة. بفضل يقظة رجال الدفاع الوطني وحنكتهم في أرض المعركة وعمليات الرصد والمتابعة بشكل دقيق، انهار خط الدفاع الذي اعتمدت عليه المجموعات الإرهابية لمنع تقدم القوات، وباتت هذه المجموعات في مرمى النار لتستنزف بشكل يومي. الحمد لله.
فأنت المؤمن لتحيا الحياة كمثل الهوائل ذي الكائنات تفيض الغمام من سقى النبات تقدم وحط الصلاة. وصلت والدا حين لقى الممات لقد عاش ذرا دربا النزال فقد قال لا لقطع السبات جبل قريب لسوى العيال وصل خالدا حين لقى الممات لقد عاش دهرا دربا النزال فقد قال لا لقطع ما السبات جبل قعيد النساء والعيال فأنت المؤمل لتحيا الحياة كمثل الهوائل ذي الكائنات فأنت المؤمل لتحيا الحياة كمثل الهوائل ذي الكائنات تفيض الغمام لسقيا النبات تقدم وحطم حصول الطغاة. ينادون المنية أن تعالي سبيل الله أحلى ما يكون ما أوى الله عن ساحي الدنايا وعن سلع ينادون المنية أن تعالي سبيل الله أحلى ما يكون. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. يا رب احميهم يا رب. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم.